أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنناقش مع حضراتكم مخصصات رئاسة الجمهورية بمناسبة استقبالنا لأول رئيس منتخب. سيادة اللواء مجدي عمار المدير السابق للشؤون المالية والإدارية لرئاسة الجمهورية سنوات طويلة، عايز أعرف مبارك كان بيعرف اللي بينفق ولا ملوش علاقة؟ لا ما أعرفش خالص خالص. كانت مركزه في ايد رئيس زكريا. الديوان زكريا رئيس عزم. زكريا عزم. طب اذ اتفضل. كان زكريا عزم اساسا دي اعملها زي ايه، صندوق سحري. انت اداره عندك شغل، الاداره الثانيه ما تعرفوش. يعني حتى داخل الرئاسه ما حدش يعرف شغل الثاني. يعني الانفاق، الفلوس اللي طالعه الدخله ما حدش يعرفه. حدش يعرف خالص. هو بس اللي يعرف. ما فيش حد جوه الرئاسه بيراقب كمان يعني. ما فيش مراقب، لان هو بيراقب بتاع كل حاجه. كل حاجة هو واخدها من A to Z. ايه الزيادات اللي طرأت على ميزانية رئاسة الجمهورية السنين اللي فاتت؟ هو زود اساسا البدلات والحوافز، لان لا الناس كلها بتقعد، لان الرئاسة زمان ايام حسن كامل ومحمود عبد الناصر كانت مرتباتها ضعيفة جدا جدا جدا، فوق الوصف، لدرجة ان كان لما نقعد حد مع زملاء في وزارات تانية كانوا يضحكوا علينا، معقول دي مرتباتكم؟ وانتوا رئاسة الجمهورية؟ انتوا رئاسة الجمهورية بتعملوا دي مرتباتكم؟ يا جماعة ايوه. ما كانوش بيصدقوا. فكنت اقول لهم الصيت ولا الغنى. انا كنت دايما اضحك اقول الصيت ولا الغنى. بعد كده زادت قوي. بعد كده زاد بقى زكريا الحقيقه زودها. زودها قوي. زودها قوي. طيب قول لنا بقى الهدايا اللي بتيجي من الملوك والرؤساء العرب والشخصيات العالميه كانت بيتم فيها ايه؟ هي اساسا الهدايا دي بتيجي عن طريق امناء بتوع الدوله اللي جايه او الضيف اللي جاي مع ديوان الامناء بتاع رئاسه الجمهوريه. فبتيجي الهدايا مغلفه محدش يقدر يطلع عليها ويشوفها الا لما بتتسلم. حاجه خاصه بالرئيس بتروح له البيت، حاجه خاصه بالنهايه بتروح له البيت. كل واحد بيروح له هديته عنده البيت. البيت ما تفتحش في المكتب الاتحاديه. لا 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 خالص. تروح في البيت في قبه ولا في عابدين ولا في اي حته. ما كنتوش بتعرفوا ايه الهدايا؟ ما حدش يعرف ايه الهدايا. لكن في هدايا، في حاجات اللي هي بيبقى ايه، مثلا انا ضيف جيت انت اشتغل، جيت لك نزلت قص من القصور، اشتغلت معايا، الناس اشتغلت معايا. الناس دي طبعا تعبت لان قاعده بتبقى 24 ساعه تشتغل. ضيف مثلا قصدك ملك او رئيس؟ ملك او رئيس. نزل في احد قصور الرئاسه. فمن هذا المنطلق بيسيب لهم مكافاه ماليه. مكافاه ماليه تمام. دي طبعا برضو اللي بيسيطر عليها. مين بقى؟ زكريا حزمي. زكريا هو اللي بيسيطر عليها. هو اللي بيسيطر عليها. هي دي اللي في ايده. يدي ده وما يديش لده. يعني هو اللي في ايده برضه. يعني هي بتروح له مجمله كده. بتروح له المبلغ كله اجمالي كذا. ممكن يقول لك مثلا الحرس ما ياخد كذا او الحرس ما ياخدش خالص. وما كانش حد بيعرف المبلغ ده كام؟ لا كان بيبقى معروف لدى الامناء بالذات عارفينه. الامناء. وبالتالي الباقي بيعرف. بس ما حدش يجرؤ انه يقول له انا ليه ما خدتش. كان المبلغ ده مثلا يتراوح كام مثلا؟ لا حسب الملك. كان الملوك بتدي مبالغ كبيره جدا. وفي هدايا ذهب، وفي ملوك ما تديش لا مؤاخذه زي شميت مثلا مدي ولاعه، وفي لعيب سجاير لا تذكر طبعا. وفي وكان في ساعات مثلا زي في ساعات زي ما اتكتب في جورنال بتاع زكريا عزمي يقول لك في ال 60 600 ولا 600 ساعه الماز ومن ماركات عالميه وذهب. دي طبعا ما حدش كان يعرفها خالص، لان دي حاجه بتروح له هو بيشيلها. طب الهدايا اللي كانت بتروح للرئيس السابق ومراته هم في بيتهم، هم ياخدوها، دي ما كانتش ما حدش يعرف عنها حاجه خالص. ما حدش يعرف حاجه عن الحاجات دي. ما حدش يعرف راحت فين، ولا يقدر حد، ولا حتى يقول لهم هي ايه اللي جات لكم. ما حدش يجرؤ كان يقول كده. هم اللي بيفتحوها. هم اللي يفتحوها هم ياخدوها. ما حدش يقدر يتكلم معاهم في الحاجات دي. اكتر حاجه كان بيتهدر فيها فلوس ايه في الرئاسه؟ يعني بيتصرف عليها كتير يعني، وتحسوا انها حاجه بذخ جامد. لا هي طبعا هي بدون شك يعني انا اول كلمه قلتها الرئيس الجديد اهم حاجه الرئيس مرسي ما دام عنده ايمان بالله وانه عنده ايعاز شخص من نفسه ان هو عايز يخدم البلد وانه مش عايز يخش في المتاهه بتاعه البذخ، هو اللي هيقدر يتحكم في الرئاسه. هو اللي يقدر يتحكم. هيتحكم في الرئاسه. بس حضرتك شفت بس هو المشكله ان زي ما قلت قبل كده المشكله كلها لو انهم احتووه. لو يحتووه خلاص يبقى مش هيعرف يتحكم. لو احتووه مش هيعرف هم ليهم فن وابداع. طبعا كل واحد لا مؤاخذه كل واحد عايز يقعد على الكرسي.
فبيحتويه عشان ما يخلوش يفكر في حاجه ثانيه. حضرتك شفت صور الدكتور محمد مرسي ولقاءاته والكلام ده واللي حواليه من الرئاسه في وجوه منهم قديمه طبعا قديمه هم قديمة. نفس الطقم الطقم موجودين، بس الفكره فيها عشان كده من ضمن الكلام اللي قلته مع سعادتك في الاول انه لازم هو يدور على مين اللي عنده ضمير ويقول له ما هي الرئاسه او يبصره في الرئاسه، مش مهم بقى يكون شاب يكون قديم يكون عجوز مش مشكله. صعب على الرئيس الجديد انه يفهم من غير ما حد يفهمه لوحده، لا يمكن دهاليز الرئاسه صعب، لا يمكن هيفهمها لوحده، ولو حتى تقول ان حزب والحزب هيقول له برضه مش هيعرف. طيب الرئاسه دي لمؤاخذه صندوق مغلق. طيب اسمح لي، احنا معانا مداخله من الاستاذ محمد مصطفى مراقب قانوني وعضو المركزي للمحاسبات. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ مجدي، ازي سعد حضرتك؟ اهلا وسهلا، منور يا فندم. انا بحيي حضرتك على الحلقه الجميله، وبمس على الساده الضيوف الاستاذ ابراهيم يسري والاستاذ اللي هو مجد عمار. الراجل المحترم انا سمعت عنه كل خير الحقيقه في مؤسسه الرئاسه. طبعا عندنا ناس محترمين كتير في مؤسسة الرئاسة اشتغلوا في مؤسسة الرئاسة، لكن ايضا مطلوب تطهير مؤسسة الرئاسة، ولا انت رأيك ايه؟ مطلوب ايه يا فندم؟ تطهير المؤسسة؟ طبعا يا فندم طبعا. انا للأسف الشديد يا استاذ مجدي، انا اول امبارح وانا اتفرج على سيادة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وهو داخل قصر الاتحادية وفي استقباله لقصر الاتحادية، ان 90% من اللي موجودين هم من الحرس القديم اللي موجود في مؤسسه الرئاسه، واللي بعض منهم متورط برضه في الفساد. يعني مدير مكتب السيد الدكتور السابق زكريا عزمي، الاستاذ مصطفى طلعت الشافعي، كان بيشرح للطاقم اللي موجود مع الدكتور محمد مرسي مؤسسه الرئاسه ومكونات وادارات الرئاسه، بعض اللواءات الاخرين واللي هم احيلوا للثقافة المعينين في وظائف مدنيه في الرئاسه، هم اللي بيتولوا الان اعداد الرئاسه للرئيس المنتخب الجديد. فانا يا ريت يكون الدكتور محمد مرسي سامعنا واتفرج على البرنامج الجميل ده. يا دكتور يا سياده الرئيس المنتخب، خلي بالك كويس من المطبخ اللي بتعد الان في الرئاسه لسيادتك. طب تنصحه بايه بالتحديد يا استاذ محمد؟ يا فندم احنا بننصحه ان لازم يكون معاه طقم جديد ما تورطش في فساد قبل كده، كل الناس اللي موجوده دي كانت متورطه في الفساد السابق، وعارفه سفريات الرئيس السابق بزوجاته باولاده، وسفريات علاء وجمال لتشكيل المنتخب في 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 في, في, في رواندا وفي انجولا وفي السودان، وطلعوا على حساب الرئاسه. واخو من الحراسه اللي موجودين برضه كانوا بيطلعوا متسترين، ازاي النهارده هم يرسموا الطريق للرئيس المنتخب الجديد؟ ازاي؟ طب استاذ محمد لا يصلح. طب استاذ محمد، يعني قول لنا المأموريات الخاصه بالرقابه على مؤسسه الرئاسه، ورحت كم مره، وايه اللي حصل لما رحتوا تراقبوا عليها من الجهاز المركزي؟ يا فندم اولا بالنسبه لرئاسه الجمهوريه ما تنزلي اخر تقرير صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات لرئاسه الجمهوريه كان في 1/12/87، وانا بتكلم كلام موثق موجود في الملفات الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك في رئاسه الجمهوريه. تمام؟ نزلنا اول ماموريه نزلناها بعد الثوره المجيده، ثوره 25 يناير المجيده كانت 31/5/2011. الحقيقه كان القائم بعمل ديوان رئاسه الجمهوريه اللي هو مدحت صدقي من الناس المتعاونه فعلا، الناس الشرفاء لدى رئاسه الجمهوريه. حقيقي يعني. وقدم لنا كل المعاونات السابقه وتعاون معانا جدا جدا. حقيقه طبعا احنا ما حصرناش المخالفات اللي كان الاستاذ ابراهيم يسري بيعرضها مع سيادتك، دي حاجات على سبيل المثال. من ضمنها مثلا يعني ان الرئيس اتقبض عليه واودي في الحبس الاحتياطي في ابريل 2011. في شهر 6/2011 احنا موجودين في الماموريه، طبعا الطقم او العدد هو مش 43 يا فندم، هو 43 زائد 5 من مكتب الرئيس للاتصالات يبقى 48. احنا ما حفرناش الشرطه المدنيه والحراسه المكلفه ليه من قبل الحرس الجمهوري، لان ده مش اختصاصنا. ده بعد تنحيط دول كانوا بيكلفوا الموزع العام للدوله شهريا مبلغ يتعدى المليون جنيه مقابل اقامتهم في شرم الشيخ وحوافزهم ورفضهم. بعد التنحي ده بعد القبض عليه يا فندم، وهو تحت تصرف مصلحه السجون. ازاي انا خصصت له ناس من السكرتاريه الخاصه
وهو تحت تصرف مصلحه السجون باشراف النيابه العامه. استاذ محمد، يعني ايه معلوماتك عن مساله فرم اوراق ومستندات الرئاسه؟ استاذ مجدي، الحقيقه طبعا الكلام ده يمكن الاستاذ محمود زي ما يعني ما اوقع براسه قدام حضرتك، الكلام ده من مش عايز اقول لحضرتك من 90% من موظفين الرئاسه اللي هم خصوصا الشباب الصغيرين قالوا لنا الكلام ده. وقالوا لنا ان خلال فتره الثوره طبعا كان بيتم، احنا كنا بنسهر هنا وخدنا مكافآت علشان نسهر ونشتغل في فرم الورق ده. طب يا جماعه ما فيش اي خيوط توصلنا، قالوا لنا الورق اتفرم. طب هجيبه ازاي؟ ده اللي احنا اوردناه في التقرير، كل ما استطعنا ان احنا نجيبه، كل ما استطعنا بكل جهد. احنا في ملاحظه مادي عشان نثبتها، سافرنا شرم الشيخ كل واحد فينا صرف 1200 جنيه على حسابه عشان نثبتها، اللي هي تخصيص السكرتيره الخاصه. للاسف الشديد من ضمن السكرتيره الخاصه كبار العاملين برئاسه الجمهوريه اللي ما زالوا موجودين حتى الان واستقبلوا الدكتور سي في قصر الاتحاديه. انتوا قمتوا بدور مهم جدا، حتى احنا في صحيفه الوطن خدنا التقرير ده ونشرناه، واكتشفنا فعلا انه اطقم الرئاسه كانت بتشتغل مع مبارك بعد تنحيه وبعد حبسه احتياطيا، كان لم يحدث شيء، كان ما فيش حاجه حصلت بالظبط. ده المأموريات دي يا استاذ مجدي كانت في شهر 6/2011، استمرت يعني دي الفتره اللي احنا رصدناها يا استاذ مجدي، احنا ما جبناش الفتره اللي قبل كده، دي الفتره اللي احنا رصدناها. تتخيل يا استاذ مجدي ان عدد الاطقم ده في شهر 6 كان اكبر من العدد اللي موجود بعد تنحيه مباشره، يعني بعد تنحي الرئيس المخلوق مباشرة ما كانش العدد بالحجم ده. لكن عندما تم القبض عليه وايداعه محبسه الاحتياط، هو طبعا ما كانش محبس يعني ولا حاجه، هي كانت يعني كان موجود في منتدى برضه في مستشفى شرم الشيخ، يعني خلينا منطقيين وخلينا صراحة، هو ما كانش لا محبوس ولا غيره، ده هو كانت الامر بالنسبه لي يعني نزهه، بس بدل ما هو قاعد في القصر في شرم الشيخ مع قاعدينه في المستشفى، كده ما فيش اختلاف يعني. كان العدد ده مخصص ليه؟ طب رجل النهارده تحت تصرف النيابه العامه في اشراف مصلحه السجون، ازاي انا احط له سكرتاريه خاصه 43؟ وازاي انا احط له 5 مهندسين اتصالات؟ يعني يا استاذ مجدي ده الواحد فينا يعني انا اسف انا ماليش سكرتاريه، يعني انا موظف غلبان، بس انا لو هحقق اتصالات نص دول العالم كمان هيكفيني فرد واحد، انما يخصص ليا 5 كمان؟ 5 من مكتب رئيس الاتصالات. استاذ محمد وحوافزهم رئاسه الجمهوريه، يعني مش من جيبه الشخصي. زكريا عزمي قعد في الرئاسه فتره طويله بعد تنحي مبارك. قعد 40 يوم يا فندم بعد التنحي. 40 يوم. 40 يوم الرئيس المخلوع تنحى عن السلطه 11/2/2011، زكريا عزمي بعدها 40 يوم حتى اليوم سابق لإلقاء القبض عليه. ده اللي كان فيهم دي اللي كان فيهم عمليات الفارم. دول اللي تم فيهم عمليات الفارم، لان في قانون حتى الرئاسه والسياسه اللي هو مجدي هيقول لسيادتك ان طلع له قانون خاص اسمه، حتى العاملين في رئاسه الجمهوريه عارفينه، بيقولوا عليه قانون زكريا عزمي، ان زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه طوال حياته. ايه؟ هو لولا ايوه صحيح عليه كان هيستمر برضه رئيس ديوان رئيس الجمهوريه. ايه ده؟ طبعا طلع. طيب استاذ مجدي، سياده اللي هو مجدي قدام حضرتك وعارف الكلام ده كويس. استاذ محمد مصطفى الرقابي القانوني وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، اشكرك جدا على المعلومات المهمه دي، وانا بعذرك في انفعالك ونحررتك لان اللي انتم بتشوفوه ده مش قليل. قول لي بقى حكايه زكريا في مجلس الشعب طلع لنفسه قانون ان هو يقعد مدى الحياه رئيس ديوان رئيس الجمهوريه. مدى الحياة. راتبه حتى مش محدد. اللي يحدده رئيس الجمهورية. يعني بيتها. بيتها. فهو كان هو لما اخذ الامر النهائي استغفر الله العظيم. فكان مدى الحياة. فما يتشالش. ويقعد اي زمن. ما حدش يكلمه. وده قانون طلع له. كان بيأمن نفسه عشان مثلا لو مبارك رحل مشي او بتاع يبقى هو برضه مستمر مع ابنه. وضل يفسر ان بعد الرئيس المخلوع ما تنحى انه زكريا عزمي موجود في رئاسه الجمهوريه بيشتغل كان ما حصلش حاجه، الى ان تم القبض عليه
وتم احالته للتحقيقات. ده بيفسر ليه هو كان موجود الفتره اللي فاتت دي كلها. الحقيقه من كلام استاذ محمد مصطفى نخلص الاتي، انه الاداره الخاصه في رئاسه الجمهوريه كان الاداره بالرعب. انا اعرف حاجه اسمها الاداره بالاهداف، الاداره بالحوكمه، الاداره بنظم عمل ومعلومات، لكن اللي كان حاصل كان اسمها الاداره بالرعب. ايه الاداره بالرعب؟ انا ممكن امشيك في اي لحظه، وممكن اخصم منك الحوافز كلها، وممكن اديك ضعف الحوافز. دي تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى الموظف اللي صاحب الحاجه لا يكون له اراده الا اراده هذا الشخص المتحكم في رئاسه الجمهوريه اللي هو زكريا عاصمي. طبعا مش بنقول هو لوحده، هتلاقي له اعوانه. هي الاداره بالرعب اللي موتت الولد الغلبان، اللي الولد الغلبان لما شاف زكريا عاصمي. بالظبط كده. ده في في مهندس اسمه شفيق البنا، مهندس شفيق البنا. زكريا هو عليه احكام، خد احكام كتيره الحقيقه الراجل ده، لان زكريا خد احكام لصالحه وزكريا ما رضاش ينفذها له. زكريا عمل فيه ما رضاش، جاله مرض الكانسر وراح اتعالج بره، فمشاه وكيل وزاره، طردوا من نقلوا من رئاسه. وبعد ما نقلوا من رئاسه الراجل رفع قضيه مع انه كان بره، فالمحامي بتاع رفع القضيه، فرجع تاني رئاسه بحكم القانون، ورجع وكيل اول لان لقى اللي بعديه بقى، وبعدين خد حقه بقى في ان هو يصرف له اللي اتصرف، اللي هو صرفه من جيبه على نفسه. فما رضاش يديهوله. وعلى ما اعتقد شفيق البنا لغايه النهارده يمكن القضيه دي شغاله لغايه النهارده، ومنفذش الحكم، مش عايز ينفذ حكم المحكمه. كان ذنب المهندس شفيق انه عاري مرض. لا ما المفروض ما كانش ما كانش يعيا او استاذ زكريا له برضو. عايزين نرجع للميزانيه المنظوره والميزانيه غير المنظوره. هنطلع فاصل ونرجع لها، بس لازم نستاذن زكريا قبل ما نطلع الفاصل.